شيء انا بحتاجه، ليش اتخلى عنه؟ هالشخص هذا اذاني فبتخلى عنه وعن حبه وعن كل شيء يعني. والله اذا لناس انا بحبهم ممكن كل الشغلات تخلين عليها بهالزمن. في كتير شغلات تخليت عنها بسبب هالشيء. هلا لا مو ممكن اتخلى عن شيء انه انا بحاجته، لا مالي مستعد. ممكن تتخلي عن شيء انت بحاجته، وشو الاسباب اللي بتخليكي تعملي هيك؟ هلا ممكن اتخلى عن كثير شغلات، فيني اتخلى مثلا عن اشياء كثير بحبها، مثلا شخص بحبه فيني اتخلى عنه اذا مثلا اهلي ما وافقوا، او ممكن يعني يكون مثلا ما له مناسب، حتى لو كنت بحبه فيني اتخلى عنه. فيني اتخلى مثلا عن صديق اذا سبب لي اذى، وبتجاوز الموضوع عادي يعني ما كأنه كان موجود وما بيأثر لي ابدا. فيني اتخلى مثلا يعني فيني اتخلى عن كل شيء الا دراستي، هذا الوحيد اللي بعمل اي شيء كرماله. اذا مثلا كنت بحب شخص والشخص هذا اذاني فبتخلى عنه وعن حبه وعن كل شيء يعني. بتخلى عن سفر. ليش؟ ما بحب اطلع برا البلد ابدا، ولا بعد عن اهلي واصحاب. يعني مثلا اذا لولد من اولادك او لامك او لابوك ممكن تتخلي يعني، اما اذا كان لشخص ثاني مثلا ما بيمثلي بصدى بصيرة ما فيني اتخلى له عن شيء انا بحبه. بتخلى مثلا عن السفر كرمال اهلي اذا ما رضوا. بتخلى عن شخص اذا بي ما وافق كمان. يعني انا قادر اتخلى عن اي شيء بالحياه كرمال اهلي. كل هدول بصراحه بقدر. اهل مستحيل اكيد لا، اهل لو شو ما خان ما بقدر. بس سفر ممكن، رفقات ممكن اذا كانوا عم يسببوا لي يعني ماني مرتاحه معهم. في اولويات اكيد ما رح اتخلى عنها مستحيل يعني، مثلا بس مثلا عمل انا بكون كثير مبسوطه فيه بتخلى عنه اذا لقيت احسن، اعطيني مردود مادي احسن، اكون فيه انا بمكانه اجتماعيه احسن، ارتاح بالعمل فيه بيئه عمل افضل، ايه بترك. يعني مثلا هلا انا تخليت عن حلمي، كنت العب طابه يعني. كنت لاعب منتخب، تركتها مشان دراستي. يعني مثلا اذا بدي اتخلى عن شيء و في حال كان حدا عزيز علي او غالي علي هو بده اياها او كذا او هيك. هلا الزواج ممكن اتخلى عنه، او شو اني اتخلى عن فكره الزواج بسبب الوضع الاقتصادي الحالي. ممكن اذا بمس شيء من كرامتي او بدي اتنازل كثير فاكيد خلص بتركه. طبعا فيني اتخلى عن شغلات، لانه اي شيء بيوجع لي راسي او مثلا بيعمل لي تعب نفسي او عدم راحه بال اكيد بدي اتخلى عنه، حتى لو كان كنت انا كثير بحاجته. هلا طبعا الظروف تحكمنا احيانا نتخلى على اشياء نحن يعني كنا مضطرين انه ناخذها نحصل عليها، بس الظروف تحصل غير هيك مضطر نتخلى عنها. ممكن اهلي، لانه مثلا انا مثلا عم فكر بالسفر فهذا الشيء عم لاقيه صعب بس مضطر اتخلى عنهم، عن رفقاتي، عن الناس اللي بحبهم، عن البلد اللي هي بلدي اللي بحبها، بس مضطر انه اتخلى عنها ومع انه انا بحاجتهم، بحاجه دعمهم، بحاجه كل شيء فيهم.